ساجار حبيبي ستك ما عم ترضى تاكل، خذ الصحن من ايدي وفوت جرب بركي بتقبل. يلا ستي. انت لا تتدخل ساجار، خدن واطلع. ستي اذا بتريدي كلي لك شي لقمه، على القليله اشربي كاسه عصير. حبيبي انت بتعرف انه ما بيهون احلي اذا حلك، بس انا كتير مصره اني ما اتراجع عن قراري اليوم. خدهم منهم، ما بدي اكل. ستي اذا بتريدي. قوليلي رديت تاكل ولا لا؟ طلع كأنها تعبانة كتير، لازم نخبر أمك فورا. طمنيني قبلت تاكل. أبدا، كمان ساجار حاول ياخذ لها الاكل، ومع انها بتحبه كثير بس ما ردت عليه. قاعده بغرفتها وما عم تحكي مع حدا، وحتى وشها اصفر وبلشت تتعب. نيرجا انا كثير خايفه عليها، حاول ترجع على البيت باسرع وقت. وانا كمان مشغول بالي عليها، بس شو فيني ساوي؟ وهون كمان الوضع ما كثير بيطمن، كلياتنا عم نتبرع بالدم وما رح اقدر. خلص رح احاول ارجع بسرعه. طيب لا طول ناطرتك. استاذ يا ريت تاكل هدول، تشرب فنجان القهوه مشان ما ينزل ضغطك. طمنيني قبلت تاكل. ابدا، كمان ساجار حاول ياخذ للاكل، ومع انها بتحبه كثير بس ما ردت عليه. بتشكرك، انا كثير منيح، ما في داعي. طيب